بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا عرفنا بك حتى نقدرك حق قدرك ونزداد في طلبنا لمزيد من محبتك إيانا يا كريم يا عظيم، واجعلنا دائما في اهتمام وشغل دائما في السعي إلى القرب منك زيادة زيادة زيادة، يا من تزيد الأجر لمن زاد في محبتك وزاد في إرضائك يا كريم يا رب الأرض والسماوات العلى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني من المؤمن يبقى أخ المؤمن وأخ المؤمنات، ندخل في السلم كافة، ماش حربينات. أخو المؤمن لا يسلم ولا يهين ولا يظلم ولا يقتل ولا مجرم. وعلى اليوم بزاف القتل والتهم، أو التهم موجودة حتى في كما تقول في الأسومبلي جينيرال، معناها مربط السويد خير من هؤلاء اللي قاعدين يتنافسوا بالألقاب. فما من يبداو يدخلوا في كما يقولوا العامة في الخنيفري، مش خنيفري المادي فقط، خنيفري القولي. وعلى قتل يا ربي قلنا وقولوا الناس حسنا، وقول لك قتل واحد يجيك بالأذية أنت قابله بالحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقلنا السر هل التعليمات الإلهية كيفاش بالصبر والإحسان نكسب الإنسان بعد ما كان عدو مبين، واللي خلينا ملابس تماما خليه يكون حميم، يعني أنا ينتيب. هذه بعض دروس قرآنية، نعود إن شاء الله الرحمن الرحيم.